اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع مازال يؤرق الرأي العام المغربي الذي مازال تحت وقع الصدمة والذهول منذ الخرجة الأخيرة ديال رئيس الحكومة عزيز أقنوش الذي صدم المغاربة بواحد تصريح خطير مفاده أن الحكومة ما غاداش تدعم المغاربة في مواجهة الغلاء الرهيب ديال السلع خاصة على مستوى الأسعار ديال المحروقات. والتبرير اللي عطاه السي عزيز أقنوش هو أنه الميزانية مثقوبة، وهنا فين كاين الالتباس، لأن كاين فرق ما بين ميزانية مثقوبة وفرق ما بين ميزانية تقبوها. لأن الميزانية مثقوبة معناه أن الدولة أي دولة يعني تصرف المال العام في الأوجه التي ينبغي أن يصرف فيها بما يضمن رغد العيش والرفاهية ديال الشعب المغربي. أما ملي كنقولوا الميزانية تقبوها فراه معناه أن هناك فعل فاعل أراد السوء بالمال العام للمغاربة، وسنبين بالحجة والدليل بأن الميزانية ديال المغرب ما تقبوهاش بل تم تقبوها من طرف السياسيين الفاسدين. العنوان الأول ديال هذا الفساد وهو ديال الريع لكي يأخذوا هاد الناس الذين يشرعون ويسيرون الحكومة والجماعات والجهات. في السنة كتمشي لهم كتعويضات ريعية 1.2 مليار ديال الدرهم. هذا بلا ما نحسب داك الفوتات الصغيور اللي تيمشي للوزراء ملي كيمشيو يغادروا الحكومه، بحال الحكومه الاخر ديال العثماني ملي مشات البريم سورتي 20 مليون ديال الدرهم اللي داو هاد الوزاره. وما تنحسبش داك البقشيش الصغيور ملي كيوقع شي تعديل وزاري، داك الباكتو اللي كيدي معاه كل الوزير. حنا كنعرفوا فهاد 10 سنين 5 تعديلات وزاريه اللي دارت اللي مشات فيها واحد 10 مليون ديال الدرهم. لا هاد الفوتات هذا ما داخلش في الحساب، حنا كندويو على الريع السنوي اللي قلنا 1.2 مليار ديال الدرهم. الشابتر الثاني اللي كتمشي فيه الفلوس وهو ديال الاحكام القضائيه اللي ولات مضخه ديال الهمزه ديال الفلوس لواحد المجموعه ديال الاشخاص يتلاعبون بهذا الموضوع. علاش؟ حيت الوكاله القضائيه للمملكه كشفت بانه في السنه تقريبا 10000 قضيه ترفعها ضد الدوله المغربيه في المحاكم، ومعظم هذه القضايا تخسرها الدوله. لا تخسرها الدوله في المحاكم لان الملف ماشي سوليد، لان الوثائق ما كيناش، او الحجاج تعوزوا الدوله في اثبات شرعيه هذا الملف او ذاك. لا، معظم هذه القضايا كتخسر الدولة في المحاكم لأن هناك أشخاص يتلاعبون ويتواطؤون للحصول على القرمومة والهمزة في هذه الملفات القضائية، مما يجعل المحاكم المغربية تحكم ضد الدولة المغربية وترصد هذه الأحكام. يعني ما بين التعويض وما بين الغرامات 7.3 مليار ديال الدرهم، راه ما يجمع لهم هذا المبلغ هذا. النقطة الثالثة اللي كتمشي فيها الفلوس وهو التبذير، الخبراء يعني يقدرون هذا التبذير اللي كيمشي في الإدارات بشكل عام مركزيا وجهويا ومحليا في حدود 10% من النفقات العامة المرصودة لتسير الإدارة في السنة، أي تقريبا واحد 22 مليار ديال الدرهم. ثم واحد النقطة أخرى اللي كتمشي فيها الفلوس بسبب ثقب هذه الميزانية هو أنه نتيجة السياسة الفاشلة وتسير الأعرج والأعوج ديال المسؤولين على المستوى الحكومي على المستوى الجماعي والجهوي، كيضطروا الناس يخرجوا للشارع للاحتجاج للمطالبه بمطالب تافهه وبسيطه، طوبيس، ترونسبور، طريق، البير، مدرسه، سبيطار الى اخره. اذا هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات التي تتسرطن في مختلف المدن والقرى المغربيه يترتب عنها ماذا؟ يترتب عنها ان الدوله المغربيه كتضطر تخرج البوليس، كتضطر تخرج المخازنيه، كتضطر تخرج الجدرميه، كتضطر تخرج اعوان السلطه ورجال السلطه لتعطي هذه الاحتجاجات. وهذا الخروج راه ماشي لله، راه تيكلف الفلوس. حنا كنعرفوا حسب الاحصائيات الرسميه 18000 مظاهره في العام اللي كتسجل في المغرب، وكل مظاهره كتكلفنا حنا باش ناثروها 8 مليون ديال الدرهم، اي 18000 مليون ديال الدرهم، اي بالعربيه تعربت 18 مليار ديال الدرهم. إذن إلا جمعنا حنا هاد الشتات كامل تنوصلوا تقريبا 48.5 مليار ديال الدرهم اللي كتمشي في هاد الثقب الذي أحدثه الفاعل السيء للميزانية العامة للدولة. ليس هذا وحسب، هناك واحد الشابتر آخر صادم ومؤلم يتمثل في ماذا؟ يتمثل في التقرير الأخير الذي أصدرته ترانسبرانسي والذي بين الكلفة ديال الفساد والرشوة والتلاعب بالصفقات العمومية التي تحرم الشعب المغربي من 50 مليار ديال الدرهم في العام. اذا 50 مليار على 48.5 مليار راه تقريبا هي 100 مليار ديال الدرهم في العام اللي كتمشي لنا حنا كمغاربه، اي 10% من الناتج الداخلي الخام ديال المملكه المغربيه في السنه. وهذا هو السبب الذي كيجعل المغرب دائما في اردل المراتب على المستوى الكوني. ليس هذا وحسب، مازال يعني الشرور والاثام تلحق بالمال العام. اين يتجلى ذلك؟ يتجلى في القرارات الخاطئه ديال دوك المشاريع الفرعونيه التي لا تكون لها مردوديه على 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 المغرب وعلى المغاربه. العناوين متعدده، ساكتفي بمثالين. المثال الاول هو نور، لهذه المشاريع تقريبا فاتنا في واحد 14 مليار درهم. المثال الاول هو نور، وحنا كنعرفوا الفضائح ديالو.
والمثال الثاني هو المغرب الأخضر. للآن المغاربة ينادونه وينعسونه بالمغرب الأسود، لأن البلاد اللي 14 عام كتكب الفلوس في المغرب الأخضر وما زالت كتشري الدقيق من برا، واش هذا مغرب أخضر ولا مغرب أسود؟ واش البلاد اللي 14 عام كتكب الماء في المغرب الأخضر وما زالت كتشري الزيت وكتشري السكر من برا، واش هذا غنسموه مغرب أخضر بل هذا مغرب أسود؟ لأن لم يستفيد منه إلا واحد الكمشة ديال اللوبيات وواحد الحفنة ديال الكبار الفلاحين. أما عموم الفلاحين الصغار مسكرة ليهم الله سبحانه وتعالى، والدليل هذه الضربة الصغيرة ديال الجفاف راه لكاتهم. ثم الافظع في هذا المغرب الاخضر هو انه ضرب المخزون الاستراتيجي ديال الماء وهلك الفرشه المائيه باش نرضيو حنا دوك الكمشه ودوك الحفنه ديال اللوبيات وديال الفلاحين. هالفلوس ديال المغاربه فين كتمشي؟ فتخيلوا معي لو عندك حكومه عاقله وعندك وزراء يعني رحيمين بالمال العام، كونوا على يقين بان هذه موجه الغلاء التي ضربت العالم وضربت المغرب ستكون بردا وسلاما على المغاربه، لان المغرب غيكون مسدود بواحد 100 مليار ديال الدرهم باش نرفع للشعب وننقص عليه الضغط ديال هذا اللهيب ديال المحروقات واللهيب ديال الاسعار.